بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الاعزاء، بهاي المحاضرة وهي المحاضرة الخامسة راح ناخذ مثال عن الـ ER model، او مثاليا عن الـ ER model. المثال الاول راح نحكي عن medical center، مركز طبي. فخلي نقرأ المثال. A medical center keeps data on the patient. الميديكال سنتر يحتفظ ببيانات عن البيشنت، المريض. طيب، the doctor will treat the patient. الطبيب راح يعالج البيشنت، المريض. طيب، ليش ذكر لي هذا الكلام بالصورة البسيطة؟ يعني قال لي انه الطبيب يعالج المريض. هنا دا يوضح لي اكو علاقة بين two entities. الانتيتي الاول هو الطبيب، والانتيتي الثاني هو البيشنت. العلاقة بيناتهم انه الطبيب يعالج المريض. He can request several analysis from them. يقدر الطبيب يطلب مجموعة من التحليلات او التحاليل من المرضى. فبالتالي انا عندي هنا انتيتي اخر وهو الاناليسز اللي يتعامل وياه منه البيشنت، المريض. يعني المريض يقدر يسوي اكثر من تحليل، فبالتالي اكو علاقة بيناتهم ايضا، بين الاناليسز والبيشنت. راح نعرف شنو هي العلاقة. The hospital maintains patient records calendar records. هنا دا يوضح يقول لي انه المستشفى تحتفظ ببيانات، هذه البيانات هي تكون تقييمية. طيب، الدكتور deals with numbers أو number of patient. هنا عندي شنو؟ الطبيب يتعامل مع مجموعة من المرضى، فبالتالي راح تكون عند العلاقة شنو؟ one to many، صح؟ الطبيب واحد يتعامل ويا مجموعة من المرضى. البيشنت كان register، هنا دي وضح العلاقات عندي. البيشنت كان register يعني الطبيب، المريض عفوا، يقدر يسجل معلوماته. هنا شي يوضح يقول all the patients can make number of analysis، انه انا عندي مجموعة من المرضى، هاي المجموعة تتعامل ويا الاناليسز ويا التحليل، انه تقدر تسوي اكثر من تحليل. طيب، ايضا عندي علاقة انه تكون عندي many to many، انه كل المرضى يسوون تحليل. data collected، البيانات اللي انجمعت عنها. الطبيب، بيانات الطبيب شنو هي؟ name، الاسم. job number as unique number، unique number قلنا هو يا هو الرقم اللي ما يتكرر، فبالتالي يكون عندي key. specialization اللي هو الاختصاص مالته، وايضا scientific degree الدرجة العلمية. اروح للمثال مالتي ووضح البيانات. اذا عندي انتيتي اسمه دكتورز، مثل ما هو موضح هنا. هذا الانتيتي يحتوي لي على مجموعة من الاتريبيوتس. الاتريبيوت الاول هو النيم، الثاني هو الجوب نمبر از يونيك نمبر، هذا النيم وهذا الجوب نمبر از يونيك نيم، فتخلى جواه خط. ليش؟ لان يونيك، قلنا هذا راح يكون كي. طيب، عندي اتريبيوت اخر وهو السبيشاليزيشن. سبيشاليزيشن هنا ايضا وضحناه بشكل اتريبيوت. والساينتفك ديجري ايضا وضحناه بهالشكل هذا. طيب، شنو عندي ايضا بيانات؟ عندي انتيتي اخر وهو البيشنت، المريض. شنو بياناته؟ النيم والبيشنت نمبر از يونيك نمبر والريفيو داتا ايضا نوضحها. نجي نسوي الانتيتي مالتي واخلي الاتريبيوت نفس ما تعلمنا، وهنا أنا ايضا بيشنت نمبر اللي قلنا عليه يونيك وخلى جواه خاص، والريفيو داتا. طيب، شنو ايضا عندي؟ الاناليسز داتا. شنو الاناليسز اللي عندي للداتا؟
الاناليسز نيم اسم الاناليسز والنمبر اوف اناليسز از يونيك نمبر والكوست اوف اناليسز ايضا وضح هنا عندي اناليسز تحتوي على مجموعة من الاتربيوتس اللي هي الكوست الاناليسز نمبر عفوا نيم والاناليسز نمبر از يونيك. طيب شنو عندي ايضا الرجسترينج داتا اذا ايضا عندي هنا بيانات للتسجيل شنو هن السيكونس اوف رجسترينج از يونيك نمبر التسلسل مال التسجيل كيونيك يعني كرقم لا يتكرر كي ايضا وضح هنا registering مثلها entity sequence هو الاتريبيوت وقلنا هذا السيكونس راح يكون يونيك فبالتالي جوا خط sign in date تاريخ تسجيل الدخول sign in out والnumber of row مثل ما هو موضح ليها هنا number of room والsign in والsign out وقت تاريخ الدخول ووقت تاريخ الخروج ورقم الغرفة والتسلسل as unique number. طيب شنو العلاقات اللي يعدي بين ذني entities العلاقة الأولى هي الطبيب deals with number of patients يعني العلاقة راح تكون one to many مثل ما حكينا فالعلاقة شنو صارت بين الطبيب والpatient one to many طيب الparticipation اللي حكينا عليه بالمحاضرة الفاتت شنو قلنا انه هو اذا انا عندي مجموعة مثلا مجموعة من الانتيتيز تتعامل ويا انتيتي واحد فبالتالي راح يكون عندي خطين بينما اذا انتيتي واحد يتعامل ويا انتيتي واحد راح يكون عندي خط واحد فهنا انا عندي شنو الدكتور يتعامل ويا البيشنت انه one to many يعني الطبيب واحد يتعامل ويا مجموعة من البيشنت فبالتالي الطبيب له خط واحد من البارتيسيبيشن بينما البيشنت راح يتعاملون مجموعة راح تتعامل ويا الدكتور فبالتالي راح يصير عندي انا هنا راح يصير عندي خطين للبارتيسيبيشن والعلاقة بيناتهم شنو تريتس انه يعالجه الطبيب راح يعالج المريض طيب شنو العلاقة اللي وراها البيشنت كان ريجستر المريض يقدر شنو يسجل فبالتالي نرجع للشكل التوضيحي مالتي او الاي ار موديل مالتي راح الاحظ العلاقه شنو 1 تو 1 مثل ما حكينا قلنا انه يصير عند البيشنت المريض الواحد يتعامل يسجل مره واحده يعني يتعامل ويا التسجيل بمره واحده فقط والعلاقه بيناتهم شنو ريجستريشن تسجيل طيب العلاقة الأخرى يقول لك all the patients can make number of analysis فبالتالي راح تكون عندي شنو many to many مثل ما موضح هنا بهالشكل هذا البيشنت للاناليسز العلاقة بيناتهم many to many والبارتيسيبيشن راح يكون عندي خطين بخطين ليش لأن عندي كل الاناليسز تتعامل ويا البيشنت وكل البيشنت يتعامل ويا الاناليسز فبالتالي راح تكون عندي شنو البارتيسيبيشن خطين بخطين بينما هنا خط بخط بين البيشنت والريجسترينج خط بخط ليش لان هو راح يتعامل مره واحده فقط يعني البيشنت يسجل مره واحده والتسجيل لبيشنت واحد بس